تحدث عن هذا النشاط على الهيك. أرحب بكم في مدينة طنجة الرائعة التي تستضيف الحفل الرسمي لليوم العالمي لموسيقى الجاز. وأشكر كذلك معهد إغليونكوب للجاز وكذلك منظمة يونسكو على حضورهما بيننا. يسعدني للغاية أجد نفسي إلى جانب كل هؤلاء النجوم. يعرف المغرب بقدرته على خلق قيمة موسيقية مضافة من خلال تجارب دمج الموسيقي المتنوع، ولهذا السبب تم تبني موسيقى الجاز بسهولة من قبل بعض موسيقيين في القرن الماضي. علاوة على ذلك، أحد الموسيقيين هو حدث، عنده دلالات كبيرة. فالحدث أول مرة غيتنظم اليوم العالمي للجاز في قارة إفريقيا، وبالتالي الاختيار ديال المغرب عنده هاد الدلالات اللي كنتكلم عليها، دلالات ديال التموقع المغرب حاليا على المستوى الدولي، كذلك التموقع على مستوى هادشي جا من خلال الكلمة ديال السيد ممثل المؤسسة، مؤسسة هيربي هانكوك، وكذلك يمثل كذلك اليونسكو. اذا جعل هذا اللسان ديالو ان الاختيار ديال المغرب لم يكن اعتباطيا، على اساس ان التموقع كيف قلت البنيه التحتيه اللي كتمتاز بها المدينه واللي كيمتاز بها المغرب، لان بعض الاخوان جبدوا تحت مدينه الصويره على حسب المهرجان اللي كيكون اللي شاركوا فيه، كذلك على مستوى الروح المدينه. السيد هيربي هانكوك وتكلم على ان الروح ديال المغرب كيحس بها، وكذلك جاء على لسان الممثل ديال اليونسكو ان الاختيار ديال المدينه، لان ماشي اختيار، راه كانوا كاين واحد العدد ديال الدول المرشحه، اذا ملي زاروا المدينه عده مرات حسوا بالروح ديالها. الروح كتمثل بطبيعه الحال افريقيا، روح كتمثل الثقافه المغربيه كذلك اللي هي متعدده، يجب التذكير بذلك، روح المدينه بالاساس. اذا هناك عده عوامل اللي خلاو ان الاختيار ديال مدينه طنجه كيعبر على كيف قلت التموقع الحالي ديال المغرب على الخريطه الدوليه، كذلك القناعات اللي عند المؤسسات الدوليه بان المغرب يسير يعني خطى سريعه نحو عده انجازات، لا على المستوى الموسيقي الفني الفكري، على المستوى الاقتصادي كذلك الصناعي الى اخره. اذا احنا فرحانين بهذا الاحتفال هذا اللي غيكون غدا 30 ابريل هنا بهذا الموقع الجميل اللي هو قصر الفنون والثقافه. اذا انتم كاملين مدعوين كصحافه انكم تحضروا، لأساسي راه المساله راه ماشي بسيطه جدا، راه انا براسي ملي جلست في الطابله هذه وقالوا لي شكون اللي غيكون معايا، راه حيت هاد الناس كلهم كنعرفهم، باش تجلس حدا هيربي هانكوك، حدا جيريمي ايرنز ستان اكتور سي فغي، ولكن ديدي بريدج ووتر وماركوس ميلر، هادو راه اساطير حيه، باش نفهموا هاد المساله هذه، سي دي ليجوند فيفونت، يعني راه ماشي ساهل تجمعهم في طابله واحده. اذا اظن ان الناس يعني الملمين بفن الجاز ولا بالموسيقى يعني بشكل عام حسوا بهاد ليموسيون، هاد الشعور هذا، ان غدا غيكون هادو غير الرؤوس. غدا راه كاين وحدين اخرى، راه كاين ريشار بونا النيجيري اللي هو معروف، كاين واحد العدد كبير ديال الفنانين، لان غدا غيكون الحفل الرسمي اللي غيكون البث ديالو عبر القنوات. وذكر السيد الممثل ديال المؤسسه ان العام اللي فات اكثر من 100 مليون متفرج تابعوا هذاك الكونسير اللي كيكون اون ديريكت، يعني انا راه حدث كبير وكبير بزاف. اذا هذه هي القيمه ديال الحدث، وحنا زعما صراحه فرحانين بزاف في الوزاره، وزاره الشباب والثقافه والتواصل قطاع الثقافه بهذا الحدث هذا، لانه نوعا ما اعتراف بالعمل اللي واعتراف بالفنانين المغاربه. كان السي القرد عبد الله القرد قبيله راه هو من الاوائل ديال الناس اللي داروا لا فيزيون جاز في السبعينات مع المرحوم روندي ويستون، يعني كاين شي مسائل هي تاريخيه
اللي غدا غتعطى فعلا القيمه ديالها. بدات في السبعينات، الاول ديال السبعينات، وغدا غنشوفوا الثمار ديالها. حسبوا شحال من سنه، يعني راه النتائج ما كتجيش بواحد يعني بسرعه، راه كتبدا وكتجي. راه اجيال كتكون باش غدا غنشوفوا هذيك النتيجه، ونتمنى بطبيعه الحال ان المسار يستمر. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.